عندنا بعض الأرقام برضو عن عبد الله السعيد، تعالوا نشوفها مع بعض. عبد الله السعيد في أول حاجة كده حابين نقول إن هو سجل في أول مباراة له مع نادي الزمالك، وصل للهدف 25 في بطولات أندية إفريقيا. عبد الله السعيد أصبح أول لاعب يسجل أربع أهداف يسجل أهداف إفريقية مع أربع أندية مصرية، الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك، متفوقا على كل من عبد الحميد بسيوني والسيد حمدي وأحمد رؤوف وجون أنتوي ومحمد كوفي وأحمد حسن مكي وأحمد شكري. كل واحد منهم من الأسامي اللي احنا قلناها سجل مع ثلاث أندية فقط. عبد الله سعيد أصبح أكبر لاعب مصري يسجل هدف في بطولات الأندية الإفريقية بعمر 39 عام وشهرين ويوم واحد. عبد الله سعيد أصبح أول لاعب مصري يسجل هدفين في بطولات الأندية الإفريقية بفارق زمني أكثر من 17 سنة. سجل أول أهدافه يوم 6 إبريل 2007 في فوز الإسماعيلي 2-1 على جرين بافلوز الزامبي، وسجل يوم 14 سبتمبر 2024 اللي هو النهاردة في فوز نادي الزمالك على الشرطة الكيني 1-0. ده فارق 17 سنة وخمس شهور وثمان أيام. أرقام مميزة جدا لعبد الله السعيد، نجم نادي الزمالك، لاعب كبير، لاعب أسطورة من أساطير الكرة المصرية.